لكن هذه الجزئية المجتزأة من الخطاب التي تعنى بالشأن المحلي أنا لا أرى فيها جديد غير تأكيد التزاماته السابقة. وهذا بالنسبة للرأي العام السوداني يعني حديث عادي، يعني ما لم تؤكده الأفعال فيما بعد. والشيء الوحيد الذي يطمئن أنهم عازمون على إخراج الجيش من العملية السياسية، وأن تكون الفترة المتبقية من الفترة الانتقالية تدار بواسطة حكومة غير حزبية، حكومة محايدة بالكامل، وستكون القوى السياسية جميعا هي متفقة على الإطار العام الذي يجمع السودانيين وينجي الفترة الانتقالية من التجاذبات والصراعات والتشرذم الحادث. أنا أعتقد أن مسؤولية الجيش كان ممكن أن يطور هذا الخطاب، يعني أنا لو في مكان البرهان المكون العسكري يمكن أن أطور هذا الخطاب إلى معاني أكبر. كيف أن تكون المؤسسة العسكرية هي التي تسيج الوطن وتحمل القيم الدستورية القانونية إذا تم التوافق طبعا حول الدستور، ليس الدستور المطروح الآن، الوريقة التي نسبت إلى ما يسمى بلجنة المحامين، دستور حقيقي في السودان تشارك فيه القوى السياسية، يستفتى حوله السودانيين سواء كان الفترة الانتقالية أو الدستور الدائم للسودان. أن القوات المسلحة هي التي تحمي السيادة الوطنية وتحمي الدستور كما هو موجود في كثير من دول العالم. وكان ينبغي أن تطرح أفكار يعني فيها توسع أكبر حول مسؤوليات هذه الحكومة القادمة، ما هو التفويض الممنوح لها، ما هو التخويل الذي سيمنح لها، كيفية الفصل بين السلطات. الخطأ الذي يقع فيه المكون العسكري وما تسمى بالأحزاب والقوى المدنية أنها تتجنب الحديث حول أمهات القضايا في السودان. القضايا الرئيسية الآن تشكل هم للسودانيين. السودان الآن لا يتحدثون عن مجرد الإعلان عن حكومة أو نأي جيش عن السياسة. المجتمع الآن في السودان يتحدث عن الأمن وتحدث عن الوضع الاقتصادي، لا حديث عن الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي هو أس المشكلة الآن في السودان. المشكلة ليست سياسية فقط، المشكلة الآن الأعمق والتي أثرت في المجتمع وأفرزت قيم اجتماعية جديدة وقيم سالمة بالتأكيد، وهي التي يعني دفعت الوضع الأمني إلى هذا الحضيض، هو الوضع الاقتصادي. لا توجد أي بشارات للأمل سواء كان في حديث البرهان أو حديث القوى السياسية عن كيف تعالج القضية الاقتصادية. طبعا هنالك مفهوم ساذج الآن يطرح أنه إذا تمت التسوية سيعود المجتمع الدولي إلى دعم السودان. المجتمع الدولي لم يعمل السودان حتى عندما تكونت حكومة حمدوك. في ذلك الوقت لم يكن هنالك خلافات ولا مشاكسات ولا تجاذب بين العسكريين والمدنيين، كانوا على توافق تام وعلى تطابق كامل. نعم. لم يستطع المجتمع الدولي أن يدعم عملية الانتقال في السودان ولن يدعمها الآن. يعني التعويل على أن المجتمع الدولي سيدعم السودان حتى يتحسن الوضع الاقتصادي هذا وهم من الأوهام، وهذا حلم الأحلام.